كانت الفواكه تزين المائدة الرمضانية، لكنها اليوم أصبحت مفقودة في العديد منها نتيجة ارتفاع أسعارها والمغالاة فيها مع دخول أيام شهر رمضان المبارك. والله إذا كانت جينا وجبنا الأسعار قبل رمضان بيومين ثلاثة أيام كانت الأسعار كويسة، بعد ما دخل رمضان بقدرة قادر انقلبت طلعت زيادة، وهذا كله دناءة في أمس التجار وإعاجة لهم من بعض رجال السلطة. رغم هبوط المحروقات ونزول كل حاجة وذول عاد هم مطلع مطلع لما وين. يعيش المواطنون في محافظة شبوة طقوس شهر رمضان هناك غيرهم من اليمنيين في ظل وضع اقتصادي متدهور وارتفاع مستمر لأسعار السلع الأساسية وخاصة الخضار والفواكه. مبالغ يعني باهظة ومبالغ يعني في الخيال ولا في الخيال بالنسبة للأسعار، يعني شيء صراحة ما حد يتوقعه بالنسبة للخضار وأسعارها. الكيلو يعني الحبحب يعني متجاوز يقول لك 500 ريال، كم بيطلع 2500 3000 ريال. استغلال التجار حاجة المواطن الشرائية في هذا الشهر أبرز ما يعاني منه الناس في ظل ضعف الدور الرقابي للجهات الحكومية بصورة مستمرة، لا سيما وأن الأسعار ارتفعت مع المناسبة الرمضانية لهذا العام بصورة ملفتة. أنا برضي موظف استلم 56 ألف ريال أيش يبها؟ هي تجيب لي فطور، هي تجيب لعيالي فطور، هي تجيب لي لحم، هي تجيب لي صيد، هي تجيب لي سكر ورز. كيلو الليم هذا الليم ب1500 ريال حق ايه يا اخواني؟ وين الرقابه؟ وين الحكومه؟ وين الجهات الامنيه منها؟ تبقى العديد من السفر غير مكتمله في بعض الموائد، اذ ينقصها الكثير من المكونات الضروريه بسبب غلائها في الاسواق كما يقول البعض هنا، وعدم قدرتهم على شرائها دون مراعاه التجار للوضع المعيشي والحاله التي يمر بها اغلب سكان المحافظه. أبو بكر عشان لقناة بلقيس شبه.